بما يسمى المصلات داتا شوب وحاسوب محمول خاص بالاستاذ وعدة كذلك تتعلق بالتلميذات و اللي حزرا واش كنميت لي حرمين نقطتين السجاد الخيرة انتيني نقدر نديك 30 20 40 كل غالي ولكن الحمد لله العدد تبارك الله نسرس كدو 80 كرسين زي سودو كرسة الحمد لله العدد تقريبا راني يزري 100 الحمد لله ما يسبيان غيكا يعني يسبيان يا الحاج انه الاسرة يعني تلقى يعني مهتم ماستر وانس بزاف سيت الدرجة بالي نيويون ديال المشروع الجديد قالت مشروع على سلامة التلفازة بزاف قالت مشروع المؤسسة الريادة بزاف ميدنا راح تصطح في فيسبوك مثلا مدرسة ولا حنا واتساب ما قال مؤسسة الريادة انت حاول نشرح يمين ولكن غصة تلقى فرصة انه الاستاذ اللي ديالنا يعني تضبط الامور بزاف ولا كلشي اكثر كذلك كنا كنحسن في الطرق لازم نشتغل النتائج ذات كانت من بداية السنة أخيرة اذا هنا انا جيت اليوم باش نشرح لكم علاش هذا المشروع ديال الريادة شنو هو الاثر ديالو على وليداتكم في من حيث التعلمات اذا كيف ما سمعتوا على هذا المشروع سمعتوا عليه بزاف في التلفازه وفي وسائل التواصل بالاضافه لهذا الشيء اللي قال السيد المدير سباها على تاهيل المؤسسه من ناحيه بناء الاقسام بناء الصول بتزويد الحجرات الدراسيه بالعتاد المعلوماتي الكتب والعدة البيداغوجية اللي عطينا للوليدات الكتب اللي تيقراو فيها اذا هادشي كله حنا درناه كنخدمو بعد هاد المشروع ديال الريادة كيتخدم بالمقاربة ديال الطالب سمعتوا انه كيقول لك راه حنا تنديرو غير الطالب ربما وليداتكم تيقول لكم حنا تنديرو غير الطالب تنلعبو تتقولوا واش ولادنا حنا مشاو يقراو ولا مشاو يلعبو ايه تيقراو ولكن تيقراو على طريق اللعب علاش لان الولد كيتعلم اكثر الا كان تيلعب فكره هذه المقاربه الجديده ديال التدريس وفق المستوى المناسب غنشرح لكم علاش المستوى المناسب لان غادي نلقاو مثلا لنفرض عندي وليد في السادس ولكن هو راه ما كيفكش الحروف ما كيعرفش يقرا ما كيعرفش يحسب ما كيعرف لا يجمع الاعداد لا يطرح لا يدير الضرب ولا القيس المقاربه العلاجيه كنعالجوا بها التعثرات اللي عند المتعلمين سهلات لحد الان خرجت لنا النتائج وغادي نشوفوها النتائج مزيانه يعطينا اشنو هو المشكل اللي عند هذا الوليد بغيت تنديروا له بحال تنعطيه الدواء تنعطيه الدواء الجرعه اللي قاعده بحال مثلا مشيت غادي نمثل لكم البصر مشيت عند الوليد دار لك التحليل قال لك عندك النقص ديال الحديد غادي يعطيك شحال غادي تشرب من الفنيده الحل انت ماشي بحال واحد اخر يقدر شي انسان اخر مش عند الطبيب انت يعطيك غير فنيده الاخر غادي يعطيك جوج فنيدات باش يلا يتقاد له هذاك المستوى ديال الحديد هذاك الشيء اللي درنا الوليدات حنا درنا لهم واحد الرقيز بحال امتحان صغير باش نعرفوا المستوى ديالهم الحقيقي ما يهم انه واش في الاول ولا الثاني ولا الثالث المهم كنعرفوا شنو هو المشكل اللي مطروح عنده اللي كنعرفوا المشكل تنعطيو التمارين اللي غادي تنزلو اللي غادي توافقوا باش يحاول يتجاوز هذيك التعثرات علاش لان هذاك الشيء غادي يتجاوز هذا الدعم علاجي